اهلا بكم من جديد في هذا الصباح. خلال شهر فبراير بتتسلم مصر رئاسة الاتحاد الافريقي لمدة عام كامل. مصر التي تضع على رأس اولوياتها القارة الافريقية تحمل رؤية سياسية واقتصادية بناءة تأمل في أن تحقق عدة أهداف خلال رئاسة الاتحاد الأفريقي. ده اللي احنا هنتكلم عنه في هذه الفقرة مع ضيفتنا في استوديو هذا الصباح، الدكتورة سماح المرسي، أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الدراسات الأفريقية العليا. صباح الخير. صباح الفل، أهلا بحضرتك في هذا الصباح. صباح الأفريقي بامتياز. خلينا نبدأ مع حضرتك من الأهداف اللي مصر عايزة تحققها من خلال رئاسة الاتحاد الأفريقي. في طبعا عدد كبير جدا من الأهداف. مصر يمكن القارة الأفريقية دلوقتي أو وضع مصر في القارة الأفريقية مختلف عن زمان، في تعزيز وقوة وحضور قوي بنشوفه في الفترة الأخيرة، لكن في أكيد مجموعة من الأهداف في يعني الدولة المصرية عايزة تحققها من خلال هذه الرئاسة، تشوفيها إزاي؟ طيب خليني أقول كلام صادم، ان رئاسة مصر للاتحاد الافريقي مش فتح عظيم زي ما كل الناس متخيل. انما الفتح العظيم والانجاز الاعظم هو توجه الدولة المصرية تجاه افريقيا بقوة وبعمق. رئاسة مصر للاتحاد الافريقي دي روتيشن، يعني الدور جه على اقليم الشمال الافريقي وحصل انتخابات واختاروا مصر، ودي حاجة في صالح دولتنا طبعا. انها منذ تولي النظام السياسي نظام الرئيس السيسي من 2014 وفي توجه تجاه افريقيا تجاه القاره الافريقيه بقوه وعمق. التوجه ده بيعيدنا لامجاد الستينيات، يعني مع الرئيس جمال عبد الناصر لما كانت مصر بتدعم حركات التحرر الوطني وكانت بتقف جنب الدول الافريقيه في التخلص من الاستعمار. مصر كان ليها دور ريادي وتاريخي في هذا السياق، للدرجة اللي وصل في الوقت ده ان حصل نسب ما بين الشعوب. لو نعرف الزعيم النكرومي غانا، الزعيم نكرومة رئيس دولة غانا في الوقت ده تزوج سيدة مصرية السيدة فتحية، من يعني تأثرا بالدور التاريخي المصري في هذا السياق. وصلنا لمرحلة السبعينيات وبدأ الرئيس السادات يتراجع قليلا عن إفريقيا عندما أعلن أن 99% من أوراق اللعبة في دين الولايات المتحدة الإفريقية، والتوجه يبدو ساعتها أنه كان غربي قليلا. صحيح. استمر التوجه الغربي ده وقطعنا علاقتنا تماما بإفريقيا في عهد الرئيس مبارك، خاصة بعد حادثة أديس أبابا محاولة اغتياله فيه. صحيح. أديس أبابا 95، لدرجة أن مصر من 95 لغاية بعد ثورة يناير ما حصلش أي حضور لرئيس مصري للقمة الإفريقية في الوقت ده. وصلنا لمرحلة الإخوان والدول الإفريقية ومنها النظام الإثيوبي شاف أن مصر في أضعف وأهون حالتها، لدرجة أن قرار بناء سد النهضة كان في أعقاب تولي الإخوان مباشرة الرئاسة في مصر. إلا أنه منذ 2014 بدأ يبقى في توجه مختلف تماما من النظام السياسي المصري. صحيح. تجاه القارة الإفريقية بدأ يبقى فيه اهتمام للعمق الاستراتيجي المصري. بدأ بعد ما دفعنا يعني ثمن أزمة زي أزمة سد النهضة نلمس إن بعد ما توجهنا شرقا وغربا إن الأهمية الإفريقية والأولوية الإفريقية. يمكن دكتور سماح، يعني أنا بعتذر إن أنا بقطع حضرتك، لكن يمكن الكلام اللي حضرتك النبذة السريعة اللي قلتيها بتخلي الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي تفهم يعني إيه مصر عادت لحضن أفريقيا مرة أخرى. يعني إيه مصر عادت للقارة الأفريقية؟ لأنه الحقيقة إحنا لما بنقول الكلام ده يمكن الناس ما بتبقاش فاهمة قوي يعني إيه رجعت تاني. يعني هي كان في مشكلة، طب هو كان في بعد مصر كانت بعيدة عن أفريقيا، بيحسوا ان احنا بنبالغ، لكن من خلال طبعا الرصد اللي حضرتك قلتيه لا طبعا مصر رجعت فعلا للقارة الأفريقية. السنوات الماضية الأربع سنين اللي فاتوا شهدت عودة مرة أخرى، عودة حميدة للقارة الأفريقية. العودة فعلا حميدة للقارة الأفريقية. مظاهرها كانت إيه؟ مظاهرها أن فيش مؤتمر لقمة إفريقي ما حضرهوش الرئيس السيسي، ده أولا. ثانيا الزيارات المكوكية للرئيس السيسي إلى دول القارة الأفريقية أبلغ تعبير عن عودة مصر إلى الحضن الإفريقي. ثالثا فكرة الاهتمام بالاستثمارات المصرية في إفريقيا. الزمن ده خلينا نعترف أنه مش زمن أيديولوجية. إذا كانت الأيديولوجية نجحت في الستينيات، لكن الزمن ده زمن المصالح. لو هنشير بقدر بسيط جدا على أزمة سد النهضة وهنحط نفسنا مكان المواطن الإثيوبي اللي الكهرباء بتقطع عنده 4 أيام في الأسبوع، وهو النظام الإثيوبي بيرفع شعار إن السد بيتبني عشان نوفر كهرباء، فطبيعي المواطن هيبقى مع إنشاء السد قلبا وقالبا. صحيح. إيه اللي هيعوض بقى المواطن الإثيوبي عن إنشاء السد غير مصالحه هو كمواطن؟ مصالحه هو كمواطن هتتحقق عن طريق المستثمر المصري اللي يعمل استثمارات في إثيوبيا، تخلي إثيوبيا تفكر 30,000 مرة قبل ما تاخد قرار يضر بالمصالح المصرية.
اللي حصل ان مصر، او ما اهم مظاهر عوده مصر الى افريقيا، ان احنا منذ 2016 انشانا منتدى الاستثمار في افريقيا. ايه هدف المنتدى؟ انه زي وسيط ما بين الاستثمار، يعني فرص الاستثمار في افريقيا، والمستثمرين مش بس من مصر بقى، من دول العالم المختلف. في انا حضرت المنتدى مرتين في مكان اسمه ديلينج روم. في الروم ده حقيقي حقيقي بتحصل فيه الصفقات المهمه اللي بيتم فيها او بيشوف فيها المستثمرين فرص الاستثمار اللي ممكن الدوله المصريه تقف وراء المستثمر عشان ياخد القرار بانه يستثمر في منطقه طول الوقت الخلفيه عنها انها منطقه صراعات وازمات، والكلام ده اتغير تماما. طيب الحقيقه دكتور سماح، كلام حضرتك ده احنا يعني هنضمنه ضمن محاورنا وضمن النقط اللي احنا حابين نتكلم فيها، لكن خليني اركز مع حضرتك برضو على الاهداف، لانه الاهداف مش بعيده عن اللي حضرتك بتقوليه. يعني الاهداف في رئاسه هذه الدوره من الاتحاد الافريقي مش بعيدة عن الأهداف اللي حضرتك بتتكلمي فيها، مسألة الاستثمارات، مسألة التعاون مع أفريقيا، مسألة كمان وضع المشاكل الخاصة بالقارة الأفريقية على رأس أولويات الدولة المصرية. إيه الأهداف؟ هو النجاح في التعامل مع قضية أهداف مصر من رئاسة مصر، من رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي. النجاح الحقيقي هو استمرارية الأهداف واستمرارية التوجه. يعني الأهداف مثلا على مستوى الصراعات والأزمات، أن مصر يكون لها دور مهم في القضاء على الصراعات في القارة الإفريقية، ده سياسيا وأمنيا وعسكريا، وقضايا الإرهاب وغيرها. يعني الاتحاد الإفريقي عنده قضية بيرفع شعار طول الوقت، إسكات صوت الرصاص. مصر عايزة يبقى لها دور مهم جدا جدا في إسكات صوت الرصاص، ومصر بدأت مرحلة مهمة وشوط كبير في البعثات اللي بتشارك فيها في حفظ السلام في دول القارة الإفريقية المختلفة. على مستوى التنمية والاقتصاد، احنا عندنا أجندة 2063، دي الأجندة الإفريقية الخمسينية. ليه 2063؟ لأن منظمة الوحدة الإفريقية اللي بقت دلوقتي الاتحاد الإفريقي أنشأت 1963، ف 2013 كان مر 50 سنة على إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية. ف 2013 أعلنوا أجندة لتحقيق التنمية المستدامة بحلول 2063. الأجندة أبعادها كتير جدا، ومن أهمها طبعا يعني الأهداف المتعلقة بالاقتصاد. مؤشرات الاقتصاد مرتبطة إلى حد كبير بالاستثمار. عشان كده مصر عندها هدف محوري وجوهري ورئيسي، هو ضخ استثمارات مصرية في القارة الإفريقية، لأن القارة الإفريقية واعدة، قارة بكر، قارة غنية جدا، غنية بكافة أنواع الموارد الطبيعية والإنساء والبشر، الموارد البشرية. صحيح. الإفريقية هنلاقي العمالة الإفريقية من أرخص العمالات الموجودة في العالم، وإن أعيد أو توفر ليها فرص التدريب هتبقى مؤهلة جدا، وهتقدري تستثمري في الإنسان الإفريقي نفسه. فالفكرة في الاستثمارات، أنشأنا مصر أنشأت منتدى الاستثمار في إفريقيا منذ 2016، كان عندنا نسخة 2016-2017، وكان في نسخة في ديسمبر 2018. المنتدى طول الوقت بيطلع عنه نتائج حقيقية جدا وملموسة جدا. يعني في النسخة الثانية كانت أهم نتائجه إنشاء مركز لريادة الأعمال، مركز إقليمي لدعم ريادة الأعمال في إفريقيا. يعني إيه ريادة الأعمال؟ يعني المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. قد إيه المشاريع دي هي اللي هتدفع بالقارة الإفريقية إلى التقدم والنمو؟ والنمور الآسيوية لما طلعت على أكتاف المشروعات اللي بتتكون من 2 و3 عمال، المشروعات الصغيرة جدا اللي ممكن تكون مشروعات مغذية لمشروعات عملاقة جدا. صحيح. فكان أهم نتائج المنتدى 2017 إنشاء مركز لدعم ريادة الأعمال. أهم نتائج المنتدى ل 2018 كان إنشاء صندوق لضمان مخاطر الاستثمار في إفريقيا. طول الوقت إحنا المستثمرين وإلى حد كبير صانع القرار بيتخيل إن إفريقيا هي القارة المليئة بالصراعات. صحيح. اللي رأس المال جبان، المستثمر طول الوقت هيبقى مقلق من الصراعات، بس الصورة دي اتغيرت تماما. يكفيني فخرا إن أنا أقول لك رواندا في تسعينيات القرن الماضي، يعني يمكن أنت أكيد مواليد بعد التسعينيات، في تسعينيات القرن الماضي كان فيها حروب إبادة جماعية. على مدار أيام قليلة مات فيها مليون مواطن. كيجالي عاصمة رواندا في 2016 وفقا لتصنيف الأمم المتحدة كانت المدينة الإفريقية الأجمل. رواندا وفقا لأهداف التنمية المستدامة اللي أقرتها منظمة الأمم المتحدة، كيجالي نسبة تمثيل المرأة في البرلمان، عدد مقاعد النساء في البرلمان 64%. النسبة مشرفة جدا وفخمة. طب الأولوية الخاصة بزيادة الاستثمارات المصرية في القارة الأفريقية، واللي يمكن مصر عاملاها أولوية أو حطها أولوية في رئاسة الاتحاد الأفريقي، إزاي هتعود بالنفع على مصر؟ يعني إزاي هتعود على الدولة المصرية بالنفع؟ خلينا من الدول الأفريقية، يعني مش هنتكلم عن تأثير ده على الدول الأفريقية، لأنه أكيد هيستفيدوا من الاستثمارات، لكن مصر هتستفيد إزاي؟ مصر هتستفيد إزاي؟ وجودنا في إفريقيا ده هدف استراتيجي يعني لا يمكن غض الطرف عنه. برضو في الألفينيات كان في شركة اسمها المقاولين العرب.
المقاولين العرب كانت بتقوم بدور أهم من دور الدولة المصرية نفسه في وقت غياب الدولة المصرية. المقاولين بتستعين يعني طبعا طبعا وجود استثمارات مصرية في إفريقيا في هذه القارة الواعدة اللي بتتكالب عليها القوة، مش بس القوة الدولية. يعني احنا زمان او الكلام التاريخي والتقليدي ان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هم القوة التقليدية اللي بتتكالب على إفريقيا. تفتكر مين دخل جديد بدأ ينافس هذه القوة التقليدية؟ يعني نقدر ندور على 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 دول اخرى، هنلاقي الصين بقت اهم شريك تجاري دلوقتي للقاره الافريقيه. ولو هنقرب الصوره شويه هنلاقي ان فاعلين عرب دلوقتي بداوا ينافسونا في وجودهم في القاره الافريقيه زي الامارات والسعوديه. فاعتقد ان وجود المستثمر المصري تحقيقا لمصالح الدوله المصريه في القاره الافريقيه ده اهم هدف استراتيجي ممكن يتحقق من طيب رئاسه مصر الاتحاد الافريقي. في اجنده 2063 حضرتك قلت لي ان هي ليها ابعاد كتير، ويعني لو تقول لنا كده ابرز واهم النقاط فيها. أجندة 2063 طول الوقت مرتبطة برؤية الاتحاد الإفريقي لتحقيق التنمية الشاملة في القارة الإفريقية على مدار الخمسين سنة اللي جاي. فالاتحاد الإفريقي بيحاول يعكس الأجندة في القضايا اللي بيطرحها طول الوقت. فالتنمية المستدامة ليها أبعاد كتير، من أهمها تحقيق الاستقرار والسلم والأمن. فإحنا عندنا آلية إسكات صوت الرصاص في القارة الإفريقية، ده تشمل الجانب المتعلق بالأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب وغيرها من القضايا. عندنا القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد في القارة الإفريقية. 2018 كان عام مكافحة الفساد في القارة الإفريقية، صحيح. وأعلنوا في الاتحاد الإفريقي أنه نحو نهج مستدام لمكافحة الفساد. يعني إحنا مش هنتبنى القضية السنة دي، لا، عندنا طول الوقت هيبقى نهج مستدام، لأننا الفساد هيبقى مصب أعيننا وهنحاربه بكل القوة. 2019 عام اللاجئين في القارة الإفريقية، بمعنى اللاجئين والمشردين والنازحين قصريا في القارة الإفريقية، هيبقى ليهم أولوية قصوى. لأنه في مجموعة من القضايا، لما بنقول القارة الإفريقية فإحنا بنقول مجموعة من القضايا. حضرتك قلت الصراعات والنزاعات اللي يمكن بتخوف شوية المستثمر، إحنا كمان بنقول اللاجئين، الهجرة غير الشرعية أو الغير منتظمة. كل هذه المشكلات مصر شاركت إزاي أو بتشارك إزاي في إنها تحلها أو إنها تساهم حتى في حلها؟ مصر لها دور رائد في القارة الإفريقية، بدأ الدور يتطور بشكل عملي زي ما قلت لك. فكرة إنشاء مركز إقليمي لدعم ريادة الأعمال ده هيصب طول الوقت في صغار المستثمرين في القارة الإفريقية، صغار رواد الأعمال. فده هي يعني دور مصر هيوصل لأصغر مواطن في ال 55 دولة دول القارة الإفريقية. دي حاجة. فكرة الهجرة غير الشرعية، مصر أسست أو الاتحاد الإفريقي أسس مركز لدراسات الهجرة في القارة الإفريقية كان مقر مصر. اعتقد اختيار المقر في مصر برضو ده ما كانش وليد الصدفة، وليد ان مصر دولة محورية جوهرية ذات ثقل في القارة الافريقية. الاتحاد الافريقي بطول الوقت عامل حساب دور الدولة المصرية، الدور التاريخي والداعم والرائد لكل افكار وقضايا الاتحاد الافريقي اللي بيتبناها عبر السنوات المختلفة، اذا كانت قضية الفساد او قضية اللاجئين او قضية الهجرة غير الشرعية او كل القضايا اللي حضرتك تعرضتي ليها. فالفكرة ان يعني على مدار دول القارة الافريقية المختلفة بيتم النظر الى مصر على اعتبار انها الدولة ذات التاريخ، الدولة ذات الريادة، الدولة اللي بتبحث عن دور مهم جدا وفاعل جدا جدا. والتوجه الدولة المصرية دلوقتي تجاه القارة الافريقية ملموس من القيادات الافريقية المختلفة. طيب الدولة المصرية، التنمية المستدامة في الدولة المصرية 2030، في توجه نحو افريقيا، ايه هو التوجه ده؟ هو يعني طول الوقت لما هنرفع المصطلحات كلها المتعلقه بالتنميه، لو هنتكلم على التنميه، اهداف التنميه المستدامه اللي اقرتها الامم المتحده، هنلاقيها ملمسه جدا مع اهداف التنميه المستدامه او خطه التنميه المستدامه المصريه في مصر 2030، هنلاقيها ملمسه جدا 2063، يعني ليها جزء من 2030، لان انت طول الوقت بتدوري على دورك في المحيط اللي انت فيه. فحتى دوائر السياسه الخارجيه المصريه لما بنيجي احنا ندرس علاقات دوليه وبنشوف مصر توجهاتها كانت عامله ازاي، فبنلاقي ان الدائره العربيه كانت الدائره الاولى، وبعدين الدائره الافريقيه والاسلاميه الدائره الثانيه، وبعدين الدائره الدوليه. فطول الوقت انت هيبقى لك دور في وفقا لهذه الدوائر. فاحنا دوليا هنبقى مرتبطين باهداف التنميه المستدامه اللي اقرتها الامم المتحده، افريقيا مربوطين باهداف الاجنده الافريقيه الخمسينيه 2063، وداخليا في مصر عندنا خطه التنميه
المستدامة 2030. يمكن في مسألة حركة التبادل يا دكتور والعلاقة ما بين مصر والدول الأفريقية، حضرتك منسق الطلبة الأفريقية الوافدين لجامعة القاهرة صحيح؟ يعني بتشوفي ازاي هذه الحركة؟ بتشوفي عدد الطلاب الأفارقة اللي بيجوا، الناس اللي بتبقى موجودة هنا في مصر أفارقة بيدرسوا بيدرسوا أو بيشتغلوا أو بتشوفي المسألة دي ازاي؟ طيب أنا سعيدة جدا إن حضرتك اتطرقتي للنقطة دي، لأن أنا لما برجع برضو فكرة العلاقات الدولية بين أي دولة ومحيطها الخارجي بقسمها لأربع محاور رئيسية. العلاقات التجارية، الاستثمار الأجنبي المباشر، المعونات والمنح والقروض، وأكيد وأخيرا التعاون الفني. فاللي حضرتك اتكلمتي عليه ده على فكرة التعاون الفني اللي ممكن نترجمها بتاني بلغة تانية اللي هي القوة الناعمة لمصر داخل القارة الإفريقية. احنا عندنا حقيقي أكثر من محور للتعامل مع قضية القوة الناعمة، من أهمها مثلا فكرة الأزهر والدور الريادي للأزهر وقد إيه الأفارقة أو نسبة كبيرة من الشعوب الإفريقية شعوب مسلمة بيقدسوا دور الأزهر في مصر وبيبعتوا عدد كبير من الوفود من الطلبة تدرس في الأزهر. احنا عندنا في جامعة القاهرة فرع جامعة يعني فرع الخرطوم داخل جامعة القاهرة، الفرع ده فيه أربع كليات، في كلية التجارة العلوم والآداب والحقوق. طول الوقت بيتم التعامل مع المواطن سواء من السودان أو جنوب السودان على أنه مواطن مصري له كامل الحقوق، بيدفع مصروفات زيه زي المصريين. الدولة المصرية باستخدامها لأدوات القوى الناعمة هنلاقيها ليها أشكال كتير، زي مثلا احنا عندنا الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، دي هيئة تابعة لوزارة الخارجية المصرية. بتقوم يعني هي طول الوقت شغلها تنمية بعيدا عن ملفات السياسة اللي ممكن تقطع بين الشعوب، التنمية بتجمع بين الشعوب، بتلعب على محاور القوى الناعمة. من أهم محاور القوى الناعمة مجال الصحة، يعني هم عاملين شراكات مع مؤسسة مجدي يعقوب، عاملين شراكات مع محمد غنيم في الدكتور محمد غنيم في المنصورة ومركز الكلى، عاملين شراكات مع مستشفى 57 357. أكيد لفتت نظرك الصورة بتاعة الدكتور مجدي يعقوب وهو بيفتح الجناح أو بيروح يعمل عمليات في مستشفيات إثيوبية، شفتي الصورة بتاعة البنت اللي 6 شهور وهي بتبص له بمنتهى الحميمية والأمل في إنه هيقوم بدور مهم جدا في إنه ينقذ حياته. دي القوى الناعمة لمصر داخل إفريقيا في مجال الصحة. عندنا إحنا في مجال التعليم، يعني احنا في جامعة القاهرة في كلية الدراسات الافريقية العليا بنعمل سيميوليشن للاتحاد الافريقي، عملناه 12 مرة. السيميوليشن دي كأنه تمثيلية، او كل طالب يعني بنختار 150 طالب نصهم مصريين نصهم افارقة وافدين، وكل طالب بيمثل كأنه رئيس دولة افريقية، وبنطرح قضايا حقيقية تعرضت لها قمم الاتحاد الافريقي، والطلاب بيمثلوا كأنهم رؤساء دول وبيعملوا عصف ذهني وبيطلعوا قرارات. يمكن اهم 30 ده كان حصل، كنا شفناه في منتدى الشباب لو حضرتك تفتكري، كان في وحكى المجلس الامن جلسه المجلس الامن، وكان كل شخص فعلا شاب كان عامل دور دوله. أيوة، وكان بيتكلم بوجهه نظر الدوله. حقيقي. ليه بقى الفكره دي مهمه؟ لان الشباب ما فيش قيود على طريقه تفكيرهم، ما فيش قيود المصلحه والواقع والحاجات. ممكن تطلعي انت افكار رائده جدا وسباقه جدا وبيونير جدا 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 من التمثيليه اللي بتعمليها في العصف الذهني بتاع المحاكاه ده. المحاكاه بتاعتنا بتاعت الاتحاد الافريقي، مين اللي بيشاركنا لعب العيال ده؟ وزاره الخارجيه المصريه. هي اللي بتدعم، هي اللي داعم الرئيس طبعا، لان هي اللي ليها علاقه كمان بوفود اللي بيجوا، صحيح؟ لان الوكاله المصريه للشراكه من اجل التنميه هدفها الطالب الوافد هنا انها تقدم له كل الرعايه والاهتمام وتقدم له الخدمه دي، على اعتبار انه لما يتقدم له النموذج مجاني ويحصل على 4 شهادات معتمده من جهات مختلفه ويدرس في جامعه القاهره ويتقابل بمنتهى الود والحميميه مع زملائه المصريين. اللي حضرتك بتتكلمي فيه ده حصل في في الكام سنه اللي فاتوا دول، في ال4 سنين اللي اتكلمنا عليهم من 2014. يعني هو انا متخصصه في الشان الافريقي من 20 سنه ما شفتش الزخم، ما شفتش الزخم اللي شفته في ال4 سنين اللي فاتوا. يعني يوم افريقيا 25 مايو المفروض انه يوم الاحتفال باستقلال عدد كبير من دول القاره الافريقيه. انا في اليوم ده بيتصل بيا يعني لغايه نقابه الفلاحين المصريين، بدات استشعر انا كسماح يعني ان توجه الدوله المصريه ده متاخد بيه قرارات للمستويات يعني الدقيقه جدا جدا في الجهاز الاداري المصري وفي الدوله المصريه، ان التوجه ده ملموس على كل الابعاد. اتمنى مع رئاسه مصر، انا اول ما بدات قلت ان عام 2019 عام افريقي بامتياز، لان عندنا رئاسه مصر الاتحاد الافريقي، تنظيم مصر لكاس الامم الافريقيه، ومحمد صلاح لما اخذ افضل لاعب في افريقيا. فاتمنى ان الزخم الكبير اللي مخلينا كلنا
فرحانين بتوجهنا ناحيه افريقيا ما ينتهيش بالسنه دي، وان على مدار السنه يشعر المواطن المصري بانه افريقي. يعني يبقى في تاكيد طول الوقت في المنتديات الثقافيه، يعني انا هيئه قصور الثقافه المصريه بعتت برضه عشان نشارك في فعاليات كتير مهتمين بمحافظات الحدود زي الاقصر وشمال وجنوب سيناء واسوان وغيرها، عشان نعمل فعاليات تاكد على الهويه الافريقيه لمصر. اتمنى ان الزخم ده ما ينتهيش بتسليم مصر رئاسه الاتحاد الافريقي لدوله ثانيه سنه في يناير. لا اكيد لا، لانه حضرتك في بدايه كلامك قلتي انه رئاسه مصر الاتحاد الافريقي مش هو الموضوع الرئيسي. صحيح. الموضوع الرئيسي هو اوسع من الإنجاز كده، بدا من 2014. صحيح. اللي بدا من قبل رئاسه مصر وهيستمر ان شاء الله. طيب احنا بنتكلم عن الاهداف، بنتكلم عن اجنده 2030 و2063، وبنتكلم عن رئاسه مصر الاتحاد الافريقي، ما بنتكلمش عن المعوقات والصعوبات اللي قدام القاره الافريقيه. وبما انها قدام القاره الافريقيه والقاره الافريقيه بتواجهها، اذا مصر بتواجهها في رئاستها للاتحاد الافريقي، بتشوفي ايه هي المعوقات دي؟ هل الحاجات اللي احنا قلناها بس اللي هي الصراعات والنزاعات ومشكله اللاجئين، هل هذه المشكلات فقط ولا في معوقات بتشوفيها تانية؟ طيب خلينا برضو نبص على نص القبايه المليان وناكد على ان الكلام دلوقتي عن افريقيا اختلف كتير عن 20 30 سنه فاتوا. زي ما اتكلمنا النموذج رواندا ده نموذج مبشر، ومش بس رواندا، يعني طول الوقت لو هسالك اسال اي حد غير متخصص في الشان الافريقي ايه اكتر دول هتلفت نظرك، هنلاقي ان هيقول نيجيريا، هيقول جنوب افريقيا. عمرك سمعتي عن دوله اسمها موريشيوس؟ موريشيوس دي جزيره صغيره جدا. أيوة جدا. أيوة. في المحيط الهندي. موريشيوس انا عارفاها. حتى اول ما سمعت اسمها قبل كده استغربت اسمها. انا فخوره انك سمعتي عن موريشيوس. موريشيوس مؤشراتها الاقتصاديه عظيمه جدا، تخلينا كلنا فخورين ان احنا افارقه بالمؤشرات اللي محققاها موريشيوس. طيب ايه اللي حصل في القاره الافريقيه؟ ان احنا فعلا كان عندنا معوقات تقليديه وتاريخيه وموروث استعماري ثقيل جدا، من اول تجاره الرقيق بقى اللي كانت في 1400 معرفش ايه، مرورا بالتفرعه العنصريه. القاره الافريقيه تعرضت لظلم تاريخي خلى فكره نهضتها وتقدمها حمل كبير قوي قوي على المواطن الافريقي. بس الحمد لله نص القبايه المليان اللي احنا بنتكلم عنه فيما يتعلق بالمعوقات، ان في اراده حقيقيه من الشعوب الافريقيه بالتغيير، يعني المستقبل الافريقي ان شاء الله. طب ايه المعوقات لما نتكلم على الجانب الاقتصادي اللي انا متخصصه فيه؟ هقول لك ان انا بحلم بانشاء الجماعه الاقتصاديه الافريقيه اللي هتبقى حاجه شبه الاتحاد الافريقي زي الاتحاد الاوروبي. انشاء الجماعه الاقتصاديه الافريقيه، الاتحاد الافريقي اداها جدول زمني هيبدا من 94 على مدار 34 سنه، هيبدا من 94 وهنعلن عن انشاء الجماعه الاقتصاديه الافريقيه سنه 2028. طب ايه المراحل اللي هنمر بيها؟ هنعمل مراحل. بتقولي الجماعه الاقتصاديه الافريقيه يعني هي معنيه بالاقتصاد فقط؟ معنيه بالاقتصاد بس طول الوقت الاقتصاد هو اساس كل حاجه. يعني هي في مراحل انشائها، احنا عندنا بنك مركزي افريقي وبرلمان افريقي. واعتقد البرلمان انشئ بالفعل. بس طول الوقت المعوقات الاقتصاديه هي الاصعب في الحقيقه. هتكون اتحاد يعني او حاجه بتضم الدول الاتحاد الاوروبي اقتصاديا. احنا اوريدي عندنا سياسيا الاتحاد الافريقي. صحيح. بس لكن زي ما قلت لك القضايا الاقتصاديه التجاره والتبادل التجاري وتبادل الموارد البشريه وكل زي الاتحاد الاوروبي بالظبط. هي مراحلها الاول منطقه تجاره حره، فالمفروض هنشيل الجمارك بين كل الدول الافريقيه. بعد كده سوق افريقيه مشتركه، هيبقى في حريه في انتقال السلع والخدمات بين الدول الافريقيه. عظيم. وحريه في انتقال الافراد. ليه؟ لانك لو سمعنا مؤخرا عن الجواز السفر الافريقي الموحد. يعني في قمه كيجالي 2016 اعلى الاتحاد الافريقي عن انشاء جواز السفر الافريقي الموحد. يعني حضرتك لو حابه تسافري تعملي سفاري في كينيا هتاخدي شنطه هدومك. لا والحقيقه الاماكن السياحيه عظيمه في افريقيا. فاذا كانت المعوقات الاقتصاديه هي اللي ممكن نشيل همها شويه، فبرضه خطه مصر واهداف مصر من رئاسه الاتحاد الافريقي 2019 الى حد ما حط عينيها على المعوقات. المعوقات بتتمثل في ضعف البنيه الاساسيه في القاره الافريقيه، ضعف الهياكل الاقتصاديه للقاره الافريقيه، بمعنى ان دول القاره الافريقيه بتنتج نفس السلع وبناء عليه بتصدر كلها نفس السلع وبتستورد كلها نفس السلع. فاحنا وضعنا الدول الافريقيه بيبقى وضع تنافسي اكتر من انه يبقى وضع تكاملي. فاللي بيحصل ان انا عشان اخرج من مشكله الاوضاع التنافسيه اللي احنا فيها دي ونقدر نتكامل مع بعض، لان التكامل الاقليمي او التكامل الاقتصادي هو السبيل لنهضه القاره الافريقيه، لازم نخرج من فكره الاعتماد على الخارج، سواء حتى لو الخارج ده هو ند تقليدي زي الصين. الصين انا
يعني برحب جدا جدا بالتعاون الصين الافريقي دلوقتي، على اعتبار انه زحزح القوى التقليديه عن مكانها. الصين خدت مكان امريكا بامتياز مع الدول الافريقيه، بس في النهايه الصين وافد على القاره الافريقيه. انا نفسي نهضه القاره الافريقيه وتقدمها تكون من داخل القاره، من الداخل. من الداخل ده هيبقى هيتحقق ازاي؟ يتحقق بمشروعات بنيه تحتيه مهمه جدا. اعتقد شركه المقاولين العرب بتقوم بدور مهم جدا في السياق ده. الكلام دلوقتي بدا يثور عن خط او مشروع او طريق القاهره كيب تاون، فلما يبقى في مشروع لربط القاهره شمالا بالكيب تاون في جنوب افريقيا، دي مشروع عظيم جدا، هيفتح افاق مهمه جدا للاستثمارات للتبادل التجاري مع خفض التكاليف الكبير. وصلنا لمرحله ان احنا مشروعات بنيه اساسيه قويه بتربط دول القاره الافريقيه المختلفه، وصلنا لفكره جواز سفر افريقي موحد هيساعد على حريه انتقال السلع والخدمات، وصلنا لمرحله منطقه تجاره حره. خلاص هنعلن في الحاله دي بقى اللي هي مراحل برضو انشاء الجماعه الاقتصاديه عن عمله افريقيه موحده على غرار ايه؟ اليوم. صحيح. فيبقى عندنا حاجه يعني نقترحها واحنا قاعدين دلوقتي نسميها افرو مثلا ولا حاجه. واتمنى ان احنا نعيش لليوم ده اللي ساعتها الشباب يدوروا على اليوتيوب بتاعي انا وانتي ويقولوا ده الناس دي كانت بتقول كلام ممكن يكون دي جدوى لما اقترحوا ان العمله الافريقيه الموحده يبقى اسمها افرو وادي العمله طلعت افرو. بيتهيألي انه ساعتها بقى الناس يعني هتقدم اقتراحات، يعني دي احسن حاجه. لا ان شاء الله يسموها يفتحوا أفرو. الاقتراحات يسموها افرو عشان يبقى لينا السبقه انا وانتي ان شاء الله. صحيح. طيب نتكلم تاني عن، عايزه ارجع مع حضرتك تاني عن البدايه، مش بس رئاسه الاتحاد الافريقي 2019، لكن كمان البدايه اللي بدات من 4 سنين. شفنا لقاءات عديده مع الرئيس السيسي مع عدد من زعماء القاره الافريقيه، شفنا زيارات متبادله، شفنا توقيع بروتوكولات تعاون واتفاقيات ثنائيه ما بين الدول، وفود حتى من مصر كانت بتروح، يعني مش الرئيس بس اللي كان بيروح، كان في كمان وفود بتروح، واتفاقات كانت بتحصل تجاريه واستثماريه واقتصاديه. يعني ايه ابرز الحاجات اللي لفتت نظرك في ال4 سنين دول؟ ايه ابرز الزيارات، ابرز اللقاءات مع زعماء القاره الافريقيه، وابرز الاتفاقات اللي تمت؟ يعني خلينا نتكلم على الملفات الشائكه جدا جدا اللي هو ملف سد النهضه. فكانت ابرز اللقاءات المتعلقه بكل القاده في اثيوبيا. رئيس الوزراء الاثيوبي دي كانت من اكتر الحاجات اللي كانت محل فيما يخص هذا الموضوع تحديدا. احنا طبعا شفنا انفراجه في, 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 في هذا الملف، انفراجه كبيره. لكن لو بكلم حضرتك عن مساله استثمارات، مساله تبادل تجاري، مساله حتى فكره انه مصر مشاركة في، حتى لو بالوجود الدبلوماسي، عارفه حضرتك، لا حتى لو بالوجود الدبلوماسي يا طول الوقت احنا خلاص استقرينا واتفقنا ان المصالح بتتصالح وان الزمن ده زمن المصالح. طيب ما اتكلمناش احنا بقى على العلاقات التجاريه خالص بين مصر والدول الافريقيه. ايوه اتفضل. مصر شريك في تكتل القمصة، كومن ماركت فور ايسترن اند ساذرن افريكا، السوق المشتركه للشرق والجنوب الافريقي. التكتل 19 دولة إفريقية، مصر 18 دولة إفريقية. يعني هنتكلم برضو عن فكرة المعوقات اللي هتترجم في مستوى التبادل التجاري بين مصر وال 18 دولة. لك أن تتخيلي أن حجم الواردات المصرية من ال 18 دولة لا يتجاوز 1% من الواردات المصرية الإجمالية، وحجم الصادرات المصرية اللي راحة لل 18 دولة لا يتجاوز 5% من إجمالي الصادرات المصرية. ده رقم هزيل جدا جدا، مع العلم ان الصادرات اللي مصر، الصادرات الصناعيه من السلع الصناعيه اللي مصر متميزه فيها، الدول دي محتاجاها جدا جدا جدا. طب ايه اللي طول الوقت كان بيعوق عمق التبادل التجاري بين مصر والدول الافريقيه؟ هو اولا فكره السيطره التقليديه على ان لا، الشركاء التقليديين بتوعي لازم يكونوا الاتحاد الاوروبي او الدول الغربي يعني. فدي مشكله بدانا نتخلص منها شويه بشويه. معوقات البنيه التحتيه بدات مصر تهتم بيها، عندها خطه طموحه جدا لتنميه او مشروعات اقليميه مشتركه بين الدول الافريقيه المختلفه لتطوير البنيه الاساسيه. كل ده بيصب في العلاقات الاقتصاديه، خصوصا العلاقات التجاريه بين مصر ومحيطها الافريقي، خاصه ال 18 دوله الممثلين لتكتل القمص. خارج سياق تكتل القمصة، احنا عندنا تكتلات افريقية مختلفة زي تكتل جماعة شرق افريقيا، فيها دول في القمصة وفيها دول بره القمصة، والجماعة الانمائية للجنوب الافريقي. الثلاث تكتلات، القمصة وجماعة شرق افريقيا والجماعة الانمائية للجنوب الافريقي، عددهم 26 دولة. ال 26 دولة في
يونيو 2015 في شرم الشيخ أعلنوا قيام منطقة التجارة الحرة الإفريقية. لك أن تتخيلي أن بحلول 2023 ال 26 دولة اللي هم حوالي نص عدد الدول الإفريقية هتكون تبادل، هم أعلنوا قيام منطقة التجارة الحرة بين التكتلات الثلاثة، ودي خطوة يعني سابقة إلى حد كبير عن خطة الاتحاد الإفريقي لإنشاء الجامعة الاقتصادية الإفريقية، كأنه في مبادرات ما بين التكتلات الثلاثة بأننا نسرع الخطى نحو منطقة تجارة حرة إفريقية. ال 26 دولة أعلنوا قيام منطقة تجارة حرة إفريقية بحلول 2063 هتبقى أي سلعة بيتم تبادلها بين ال 26 دولة عليها صفر في الجمارك والتعريفات الجمركية، يعني هتنتقل عبر الحدود بمنتهى السلاسة. فالخطوات سريعة ومتلاحقة والاهتمام كبير والمستقبل واعد والإرادة للتغيير والتوجه الإفريقي، الإرادة حقيقية موجودة عند القيادة السياسية. يمكن من المشروعات اللي بتقوم بها مصر في الدول الأفريقية سد تنزانيا، حضرتك تكلمينا شويه عن هو انا يعني ما عنديش قراءات، يعني هو عايز حد فني اكتر، بس انا سعدت جدا جدا ان وقع الاختيار على مصر لتنفيذ السد، وسعدت اكتر لان الشركه المصريه شركه مقاولي العرب هي اللي هتنفذه، واعتقد ان يعني شركه السويدي دخلت معاها في جزء من الاستثمارات اللي موجوده في السد. فبرضه دلاله الاختيار يعني ان مصر اللي تقوم بالتنفيذ دلاله مهمه جدا في سياق الثقه المتبادله بين الدول الافريقيه المختلفه ومن الدول في الشركات المصريه والثقة كمان في الشركات المصريه حقيقي. يعني انا برضو في سياق التعاملات في السيميوليشن اللي كنا بنجيبها كان عندنا سيشن عنوانها قصص نجاح افريقيه المقاولين العرب نموذجا مصر. فلما كان بيجي القائمين على مشروعات المقاولين العرب في افريقيا يتكلموا ويعرضوا البرزنتيشن بتاعتهم عن مشروعاتهم في افريقيا، انا حقيقي كنت ببقى فخوره ان انا مصريه وفي كيان اسمه مقاولين العرب بيشتغل في افريقيا بهذا النهج. ليه؟ لان العماله اللي بتشتغل في المشروعات دي بنسبه 100% عماله افريقيه، يعني الصين لما تدخل تعمل مشروعات عملاقه للبنيه الاساسيه بتجيب العماله الصينيه، ما بتعتمدش على العماله الافريقيه. غيره المباني والمنشآت اللي بتقيمها الشركة لسكن هذه العمالة لإقامة المشروع بعد كده تتبرع بيها للدولة اللي بتقيم فيها المشروع، بتتحول لمستوصف طبي لمدرسة. فدي قوة ناعمة حقيقية لأنه هيتقال مقاولي العرب عملت كده، مصر عملت كده. فده بيسيب بصمة مهمة جدا جدا في نفوس أشقائنا الأفارقة. إيه أبرز الحاجات التانية اللي حضرتك اللي بتعرضوها في السيميوليشن؟ عجبتك الفكرة؟ أيوة عجبتني جدا. طيب أنت كده يعني شدتيني إن أتكلم عن أكتر حاجة بحبها وبعملها بحب في الحياة. إحنا مجموعة متطوعين من 2014 حسينا ان ربنا حبانا بشويه معلومات ان افريقيا حبينا ننقلهم لاجيال تانية، فاسسنا كيان اسمه رابطه تواصل افريقي. الرابطه دي يعني عملت النموذج بنعلن عنه في الجامعات الافريقيه الجامعات المصريه المختلفه، بنختار 150 طالب نصهم مصريين ونصهم افارقه وافدين عشان نعمق فكره التواصل الافريقي. النموذج هدفه تنميه الوعي بقضايا القاره الافريقيه، التاكيد على الهويه الافريقيه لمصر والمصريين والفخر بيها. نتمنى ان احنا نوصل لمرحله ان احنا نفخر ان احنا افارقه. عندنا في النموذج بنعرض محاضرات في السياسه والاقتصاد، وعندنا الاهم ورش العمل اللي كلمتك عنها. عندنا ورش عن مجلس السلم والامن الافريقي، عن قمم الاتحاد الافريقي المختلفه، عن منظمات التكامل الاقتصاديه. كل طالب بيمثل اولا فكره التواصل بتيجي من اننا بنطلب من الولاد بحث بيعملوه بشكل مشترك، هما الاثنين طالب مصري وطالب وافد من افريقيا، وعندنا جائزه اسمها جائزه التواصل الافريقي اللي بيعرضوا اكبر قدر من التواصل سواء في خروجاتهم مع بعض، في انهم يعزموا بعض في البيوت، لان احنا عايزين ناكد على ان اولا نخفف شويه من النظره للمصريين بانهم عنصريين تجاه الوافدين الافارقه، ثانيا نؤكد على المصري انك افريقي، افريقي بالاصل السلالي، افريقي بالجينات، افريقي بكل حاجه. صحيح. احنا يمكن يا دكتور هنكون حريصين ان احنا يعني نعمل تغطيه ليه او نصور النماذج دي او الورش اللي انتم بتقوموا بيها، لانها فكره طبعا ممتازه. الوقت الفقره انتهى للاسف. دكتور سماح بشكر حضرتك، دكتور سماح المرسي استاذ الاقتصاد المساعد بكليه الدراسات الافريقيه العليا، شكرا على وجودك معي. شكرا، اتشرفت بيك. شكرا جدا. مشاهدينا الكرام، فقرتنا الثانية والخاصة برحلة الوصول لكأس العالم اللي استمرت لمدة 28 عام من كأس العالم 90 لكأس العالم 2018، رحلة طويلة هنتكلم عنها من خلال لقائنا بعد الفاصل مع الكاتب الشاب محي أحمد اللي رصد هذه التجربة، تجربته في تشجيع المنتخب للوصول لمونديال روسيا في كتاب المشجع الوحيد، تم طرحه مؤخرا في معرض القاهرة الدولي للكتاب. خليكم معنا بعد هذا الفاصل.